Hello, grade 3. Connect grade 3, first term. Unit 5. At the zoo. قلنا what the meaning of at the zoo. Very good. في حديقة الحيوان. New vocabulary. Hey, what can you see? She is a girl. Hey, what does she do? هي بتعمل ايه? She plants. What's the meaning of plant? Plant, يزرع أو تزرع. Plant, تزرع. وممكن عندي plant ممكن تكون verb بمعنى يزرع أو تزرع. وممكن تكون noun بمعنى الزرعة نفسها. يبقى spell with me plant. P-L-A-N-T. Again, P-L-A-N-T. What is this? It's the dirty earth. إنها الكرة الأرضية الغير نظيفة. ها أو إيه كمان؟ الملوثة. يعني إيه ملوثة؟ فالوت. فالوت. Spell with me فالوت. P-O-L-L-U-T-E. فالوت. فالوت. ملوثة. ها number 3. ها ايه ده ايه ده دي سنة دي ايه شايفين العلامة دي سنة تالتة بتاعت ايه اعادة التدوير ان الحاجة بترجع تتصنع تاني في المصنع يعني ايه اعادة التدوير recycle what's the meaning of recycle اعادة التدوير او اعادة التصنيع spell with me recycle R-E-C-Y-C-L-E again R-E-C-Y-C-L-E هنا بص سنة تالتة ايه ده ايه ده بنت ام وابنها عمين بيجمعوا الازايز دول بيعملوا ايه هنا بقى هياخدوا الازازه او البرطمانات اللي احنا بنحط فيها مربى ويرجعوا يحطوا فيها حاجه تانية دي اسمها ايه بقى ريوز اعاده استخدام ان الحاجه انا استخدمتها قبل كده وارجع استخدمها تاني يعني ايه اعاده الاستخدام ريوز يبقى ريسايكل اعاده التدوير ان انا بصنع الحاجه مره تانية لكن ريوز انا برجع استخدم الحاجه مره تانية What's the meaning of reuse? إعادة الاستخدام. Spell with me reuse. R-E-U-S-E. R-E-U-S-E. Hey, what is this? It's a glass. Hey, what's the meaning of glass? Glass, زجاج. أو ممكن تكون بحاجة اسم حاجة تانية كوب. يبقى glass ممكن تكون المادة الخام نفسها. اللي هي الزجاج وممكن تكون كوب. What's the meaning of glass? G-L-A-S-S. G-L-A-S-S Hey, what is this? It's paper. What's the meaning of paper? Paper, ورق. B-A-P-E-R Again, P-A-P-E-R What is this? It's plastic. Hey, احنا شايفين قدامنا bottles. البوتلز دي هي made of plastic. What's the meaning of plastic? Plastic اللي هو ايه؟ المادة الخام البلاستيك. Spell with me plastic. B-L-A-S-T I see again P-L-A-S-T-I-C Examples Imperative What the meaning of imperative? It's a تتكلم عن الأمر يعني إيه أمر؟ لما إيجي أمرك أعمل حاجة كنا واخدنا برضو في unit 1 في healthy و unhealthy لما أنا كنت بقولك drink water اشرب مية مش صح؟ طيب يلا كده معايا number 1 Put water and food on your balcony for the birds. What the meaning of that? The water, مية and food وطعام on your balcony في بلكونتك for the birds للطيور. Number 2 Plant flowers to help bees. لازم اللي انا اعمل ايه؟ اسقي الورد علشان ايه؟ اساعد النحل. ازرع الورد علشان اساعد النحل عشان طبعا النحله بتعمل ايه بتاخد العسل من ايه من الزهره Number 3 clean animal habitats with your friends نظف موطن الحيوانات clean animal habitats with your friends نظف مواطن الحيوانات with your friends مع اصدقائك Number 4 Recycle glass, paper and plastic أعيد تدوير الزجاج والورق والبلاستيك Number 5 Don't put plastic in the sea بصوا بقى كده أنا جبت أول
اول السنتنس دي عندي نفي don't، ده برضو امر ما حطيتش قبليها subject. don't put plastic in the sea، ما تحطش البلاستيك فين، لا تضع البلاستيك في البحر. phonics قلنا ال bf زي elephant بتتنطق ازاي، ف ف زي حرف الاف صح، هنشوف كده photo what the meaning of photo. ايوه الصور، بصوا كده انا جنبي ايه، عندي براويز هنا صح، هي كل برواز فيه صوره، يبقى فوتو معناها صوره، نطقت فيها البي والاتش ازاي، ف ف فوتو. اليفانت برضو اليفانت، بصوا بي والاتش في النص نطقها ازاي، ف ف الي ف ف انت اليفانت. what the meaning of elephant، فيل. فونكس دبليو اتش بتنطق ازاي، و و اوكي. تعالوا كده نشوف ازاي، هنا ايه ده، ده كولر صح، وايت، بصوا نطقتها ازاي، وايت وايت. طيب ايه ده، وول، فيري جود، حوت، بصوا نطقتها ازاي، وول يس. كان question word معناه ايه، متى بسأل فيه عن الزمن، when when، ليه نطقتها و في الاول برضو عشان اولها wh. where ده برضو question word معناه اين، بسأل فيه عن places، very good، الاماكن. math fractions what the meaning of fractions، الكسور. هي شايفين ايه قدامنا، هاجي دايرة وانا اسمها بايه، بالنص. هي الكسر ده اسمه ايه، نصف، in English a half، a half what the meaning of a half، كسر. وهنا عندي بص سنة تالتة، انا قلت ايه half، نطقت ايه، نطقت ال no، ال عندي هنا ايه silent مش بنطقه، يبقى الكسر النص، اما تكون حاجة بالنص اسمه ايه a half. بص اللي بعد كده سنة تالتة، انا اسمى هنا ايه على ايه، 1 2 3، الكسر ده اسمه ايه، تلت، لاني هي اسمى الحاجة على تلاتة، in English a third، in English a third what the meaning of a third، تلت تلت. تعالي ناخد بالنا هنا الرسمة بتاعتي مقسومة على كام، تعالي نعد count with me 1 2 3 4، وانا ملونه ايه، واحد من الاربعه، ده اسمه ايه، ده ربع، in English a fourth، a fourth. طيب نشوف كده احنا قسمنا هنا الدايره على ايه، كام، 1 2 3 4 5، طب انا ملونه كام، واحده، واحده بس، الكسر ده اسمه ايه، خمس، واحد على خمسه، خمس، in English a fifth، a fifth. سؤال الديسكفر بتاعي سنة تالتة هيكون على الكسور، بيقولي number one look and color the fractions، انظر ولون الكسر. number one بيقولي ايه، color half، يبقى انا هلون ايه، النص، هاجي كده بقلم الرصاص، يا اما اعمل خطوط كده سنة تالتة، يا اما الون بخط خفيف بقلم الرصاص. number two color a third، هنا هو مقسمني الدايرة على كام، 1 2 3، يبقى انا هلون ايه، جزء واحد بس. بص اخدين بالنا هنا، انا هنا لونت، لكن هنا ممكن بدل التلوين اعمل ايه، خطوط. number 3 color a fourth، 1 2 3 4، هو بيقول لي لوني ايه، a fourth what the meaning of a fourth، ربع، يبقى انا هلون ايه، واحدة من الاربعة. number 4 color a fifth، يبقى انا هلون كام، واحده من الخمسه اللي قدامي، 1، يبقى انا ممكن الون، ممكن اعمل يا سنه ثالثه بقلمنا الرصاص ها خطوط. السؤال الثاني برضو عندي في الديسكفر، complete the table with the animals in the books، عندي chicken cow duck elephant giraffe goat hippo horse lion panda penguin sheep chicken دجاجة cow بقرة duck بطة elephant فيل جراف زرافة goat معزة hippo سيد قشطة horse
حصان lion أسد باندا باندا بينجوين بطريق شيب خروف. تعالوا معايا كده سنة تالتة نفتكر مع بعض السنة اللي فاتت. أنا السنة اللي فاتت في سنة تانية كنت باخد إيه؟ فارم هي أنيمال أنيمال أوف ذا فارم حيوانات المزرعة. خدين بالنا في التشيكن كاو دك شيب جوت هورس كل دي كنا بناخدهم السنة اللي فاتت فين؟ في الفارم المزرعة. السنة دي أنا خدت إيه ذا زو إيه؟ إليفانت جيراف هيبو لاين باندا بينجوين. من غير ما اقول يا سنه ثالثه يبقى هو هنا من الحاجات اللي كنا بناخدها زمان عايزنا نفرق بين ايه. برافو عليكم سامعاكم. الحيوانات in the farm وات زازو حيوانات المزرعه وحيوانات حديقه الحيوان. قلنا حيوانات المزرعه عندي زي ايه؟ chicken cow duck goat horse sheep. طب ايه ات زازو؟ elephant جيراف هيبو لاين باندا بينجوين. ناخد بالنا يا سنه ثالثه لازم افرق بين الحيوانات اللي بتعيش في المزرعه in the farm والحيوانات اللي بتعيش في حديقه الحيوانات at the zoo. exercises number 1 match sell number 1 put ضع don't put لا تضع plant ازرع clean نظف ريسايكل اعيد التدوير بلاستيك ان ذا سي البلاستيك في الماء انيمال هابيتاتس ويز يور فريندز موطن الحيوانات مع اصدقائك جلاس بيبر اند بلاستيك زجاج ورق بلاستيك ووتر اند فود اون يور بلكوني فور ذا بيردز الميه والطعام في بلكونتك للطيور فلاورز تو هيلب بيز والزهور لمساعده الايه لمساعده النحل. دي الجمل الامبرتيف لو تفتكروا معايا سنة تالتة اللي احنا واخدينهم من شوية اللي هي الجمل الامرية. دايما الجملة الامرية لازم تبتدي بفعل امر والفعل الامر بيكون infinitive في المصدر بدون اي اضافات. number one put هي انا اضع ايه؟ put plastic in the sea ينفع؟ no put animal habitats with your friends اضع موطن الحيوانات مع اصدقائي ينفع؟ طبعا لا. put glass paper and plastic طب انا هحطهم فين؟ excellent سامعاكم يا سنه ثالثه. put water and food in your balcony for the birds هحط الميه والطعام في بلكونتي في بلكونتك للطيور. number 2 don't put لا تضع هل اضع ايه؟ برافو عليكم plastic in the sea. number 3 plant وانا بزرع ايه؟ flowers excellent to help bees. number 4 clean ايه انظف ايه animal habitats to with your friends نظف مواطن الحيوانات مع اصدقائك. number 5 recycle وانا بعيد تدوير ايه glass paper and plastic. look and complete with طبعا بعمل ايه هنا بيكون عندي words بشوف مكانها الصح في sentences اللي تحت. where طبعا ده question word معناه اين. don't طبعا ليه. white دوت معناه ايه ده color ابيض plant نبات. يلا كده number one space put plastic in the sea what the meaning of put plastic in the sea ضع البلاستيك في البحر. ينفع اقول ضع البلاستيك في البحر ولا لا تضع؟ very good كنا بنقول ايه don't put plastic in the sea very good. number 2 space flowers to help bees طب انا اقول ايه yes very good plant flowers to help bees نعمل ايه نزرع الورد الورود لايه لنساعد النحل. number 3 the wall is ايه انا عندي الحوت هنا لونه ايه very good white يبقى the wall is white. number 4 ده هنا ايه سؤال انا عرفت منين اللي ده question ايوه very good ان في question mark يبقى انا دلوقتي هحط فيه question word اللي هي ايه where is the photo اين الصورة. listen and complete listen استمع we اكمل هنا برضه ده سؤال ايه سنه ثالثه استماع هنا لازم استنى المس
تيجي تقول لي كلمة وأنا إيه أكتبها. Number one, space, glass, paper and plastic. يلا number one, recycle, glass, paper and plastic. يبقى الكلمة النص هتكون بتاعتي my answer is recycle. Spell with me recycle. R E C Y C L E. Again, R E C Y C L E. Number two, an space is big and gray. An elephant is big and gray. My answer is elephant. Spell with me elephant. E L E P H A N T. Again, E L E P H A N T. بتاني معايا سنة تالتة. Listen and complete. ده سؤال استماع. لازم استنى الميس استمع الاول للكلمة اللي انا هكتبها. وطبعا لازم اراعي السبيلنج يا سنة تالتة. لازم احفظ الكلمات عشان دي ايه لو انت غلطت في حرف تطلع رح كل ايه الكلمة. Number four, rearrange. What's the meaning of rearrange? رتب الجملة. احنا متعودين في ترتيب الجملة لازم اول حاجة subject بعد كده اكمل الفيرب واكمل الجملة. طب لو سؤال ببدأ بالquestion word وبعد كده الهيلبينج فيرب وبقية السؤال وفي الاخر question mark. Number one, white, there is wall full stop. هبدأ بالكلمة اللي تحتيها ايه خط. There ايه the white الابيض is wall هو الحوت ولا the wall is white. Excellent. سمعاكم الحوت يكون ابيض. The wall is white. وما ننساش يا سنة تالتة في الاخر احط ايه full stop. يبقى the wall is white وفي الاخر full stop. Number two, the photo is where question mark. ده طبعا ده سؤال هبتدي اول حاجة بالwhere وبعد كده الـ helping verb عندي فين. برافو عليكم. Where is ايه اين ايه the photo وفي الاخر طالما ده سؤال لازم انتهي بتاعي السؤال بتاعي بايه بquestion mark. يبقى my answer is where is the photo اين الصورة. Supply number one ده ايه ده صورة ايه اللي هتيجي ها ايوه ازاز. طيب انا قلت ليه كوبايه ازاز او الازاز بيكون اسمه ايه glass صح. What is this letter? Yes, very good. A glass. Very good. Hey, number two, palette. What's the meaning of palette? ملوثة. Spell with me palette. B O double L U T E. My answer is letter O and letter U. Palette ملوثة. Number three, plastic. مش هنا قلنا ديت عبارة عن bottles كتيرة مصنوعة من البلاستيك يبقى ده ايه the word plastic. What this letter? Yes, very good. A sound of T. Very good. Plastic. Number four, paper. Yes, very good. Sound of B. Paper. R. Very good. Paper. What the meaning of paper? نكست بانكت ويت اللي هو سؤال علامات الترقيم. نرجع تاني يا سنة تالتة وراجع معاكو علامات الترقيم. قلنا اول حاجة لازم اكبر الحرف الاولاني من اي من الكلمة من اي جملة وفي الاخر احط فول ستوب لو كانت جملة عادية كويستشن مارك لو كانت جملة بدأ بأداة من ادوات الاستفهام. قلنا حاجة تانية لو انا عندي very strong feelings بحط في الاخر الباب بتاعي ايه هيكون ايه اكسكليميشن مارك علامة التعجب. قلنا لو عندي اكتر من حاجة انا بحبها بحط بين كل حاجة بالتانية كومة حتى قبل عند بحط كومة. يبقى انا كده الباب بتاعي عندي كده عندي بقى عندي تلات ابواب. ممكن فول ستوب لو كانت جملة عادية كويستشن مارك لو كانت جملة بدأ بأداة من ادوات الاستفهام اكسكليميشن مارك لو كانت الجملة very strong feelings. يلا فور اكزامبل معايا كده معايا سنة تالتة. نمبر 1 he likes playing football tennis and basketball. اول حاجة هنكبر الاتش بتاعت الصد. تاني حاجة سنة تالتة بصي he likes playing football comma tennis comma and basketball وفي الاخر full stop.
انا هنا بحب ايه؟ اعطيني اكتر من حاجة انا بحبها. طالما اكتر من حاجة بحط قبل كل حاجة والتانية كومة، حتى يا سنة تالتة قبل اند بحط كومة، وفي الاخر طالما دي جملة عادية هحط الباب بتاعي فول ستوب. نمبر 2، I feel very angry، انا اشعر بالشديد من الغضب. ده ايه ده سنة تالتة؟ ده very strong feelings. يبقى اول حاجة انا هكبر الحرف الاولاني بتاعي الاي هعمله كابيتال، وفي الاخر طالما ده very strong feelings شعور قوي هحط في الاخر ايه؟ exclamation mark علامة التعجب. next، read and take false or true or false، اقرأ وضع علامة صح او خطأ. the lion، الاسد، is big and brown، الاسد بيكون كبير وبني. it lives in the grasslands in Africa، يعني هو بيعيش في الاراضي العشبية في افريقيا. it eats meat، هو بياكل اللحمة. انا قريت كويس جدا يا سنة تالتة القطعة وترجمتها، يلا نشوف مع بعض الاسئلة. number one، the lion is small، هاتي نرجع تاني كده للقطعة بتاعتي، بيقول لي ايه؟ the lion is big. excellent، سمعيكم يا سنة تالتة. طبعا الجملة بتاعتي هتكون ايه؟ false، غلط، لان هو big، هو عطيني في السؤال small. number two، it eats meat، تعالي نرجع كده للقطعة، it eats meat، هو يأكل اللحم. يبقى الجملة بتاعتي هتكون ايه؟ true، صح. number three، the lion is big and brown، ها الاسد كبير وبني، وبرضو عندي الجملة دي نفسها في القطعة، the lion is big and brown، يبقى الجملة بتاعتي true، صح. number four، it lives in the grasslands in Asia، ها هو في الأراضي العشبية في آسيا. طبعا أنا عندي هنا إيه؟ هو في الأراضي العشبية بس in Africa، يبقى جملتي هتكون false. excel yourself، excel yourself، سؤال المتفوقين. rearrange، رتب. number one، are 16 their animals، the zoo، full stop. number two، you ride bike to school، full stop. goodbye grade 3.